التجار اللي أخذوا كميات القمح واستعملوها لغير الخبز، في أزمة الضغط اللي عم تصير من اللاجئين السوريين اللي عم بيكونوا أعدادهم هائلة خاصة بمناطق البقاع وبمناطق الشمال وبعض مناطق بيروت، وبعدين السوق السوداء اللي هو خلى كل شيء قمح يستعمل لغير الخبز العربي، خلق مشكلة كتير كبيرة. هل كمان واصلين لمحل انه ما يكون في متاح الا الخبز العربي؟ يعني اذا بقت الازمة بهذا الحجم ان شاء الله يضل في خبز عربي. منو هيدا الزهر؟ منو هيدا الزهر؟ كسر الكعك وكسر الدنيا كلها. مجاعة بلشت. خاصة في جميع الأفران التي ما زالت توزع الخبز العربي المدعوم.